الجمهور الرياضي الكبير، طيب الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الملعب على شاشة المهرية، معي أنا إيمان الفقري. مشاهدينا، قضيتنا الأساسية في هذه الحلقة هي استعدادات منتخبنا الوطني للشباب للتصفيات المقبلة. مدينة مأرب وتحديدا من ملعبها الجديد كانت شاهدة على استعدادات الأحمر الشاب لخوض غمار تصفيات آسيا تحت 20 عاما. أسئلة كثيرة سنطرحها على ضيف حلقتنا المدرب الوطني محمد النفيعي، الذي سيكون معنا مشاهدين عبر الهاتف للوقوف على رحلة المنتخب الفنية والإدارية. ونتابع أيضا في هذه الحلقة مشاهدينا كأس السوبر الأوروبية اللاتينية، الأرجنتين حصدت اللقب من بوابة المنتخب الإيطالي. أفريقيا، الوداد المغربي يزيح الأهلي المصري عن عرش الكرة الأفريقية ويتوج بطلا لدوري أبطال أفريقيا. كل هذا وأكثر نتابعه معا في الملعب، خليكم معنا. البداية مشاهدينا من المعسكر التدريبي الداخلي لمنتخبنا الوطني للشباب، والذي واصل استعداداته لخوض التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عاما. تدريبات مكثفة لقياس جاهزية اللاعبين يشرف عليها المدرب محمد النفيعي، والهدف تقديم نتائج إيجابية تسعد الجماهير اليمنية. فهل يتمكن الأحمر من التأهل وإسعاد ملايين الجماهير اليمنية المترقبة والعاقدة آمالها على الفئات السنية؟ المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. لأول مرة في تاريخها الرياضي تحتضن محافظة مأرب المعسكر التدريبي الداخلي للمنتخب الوطني للشباب، ويجري المنتخب تدريباته للأسبوع الثالث على التوالي في ملعب مأرب الرياضي، استعدادا للتصفيات الأسيوية التي ستقام بلاوس في سبتمبر القادم. بدأنا الاستعداد في محافظة مأرب، والتسهيلات يعني من قبل الاتحاد ومكتب المحافظة في محافظة مأرب، يعني مشكورين على جهودهم توفير لنا الإمكانيات. وإحنا إن شاء الله بإذن الله إذا في بطولة قادمة، اللي بطولة غرب آسيا إذا استمرت، يعني إن شاء الله تكون قريبة. وإحنا لكن إحنا استعدادنا بيكون استعداد طويل لبطولة آسيا إن شاء الله، التصفيات الآسيوية في البداية إن شاء الله بإذن الله. المحطة الاستعدادية التي تستمر شهرا كاملا تضم 42 لاعبا، حيث يتطلع الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد النفيعي إلى الخروج منها بتشكيلة نهائية للمنتخب. اخترنا الآن 40 لاعب أو 42 لاعب بالنسبة لدخول المعسكر كالقائمة الأولية، وللآن الآن احنا في الأسبوع الثالث، داخلين في الأسبوع الثالث، وعلى اساس ان احنا يعني بنحاول بقدر الاستطاعه اننا نعطي فرصه كبيره للاعبين المتواجدين، بحيث انه كل واحد يخرج كل ما عنده، كل واحد يحاول انه يبدع. واعطينا فرصه اعتقد حوالي 17 لاعب جدد، بحيث انه يكونوا لو حصلنا اضافات للاعبين السابقين اللي شاركوا في كاس العرب وغرب اسيا. والآن ما زلنا يعني في الاختبارات، واحتمال على وشك الانتهاء من المجموعة الأولى. مباريات يومية بين لاعبي المنتخب بهدف تقييم المدرب مستوياتهم وتحديد أفضل العناصر التي ستمثل المنتخب خلال الاستحقاقات القادمة، استحقاقات سيواجه منتخب الشباب فيها مجموعة قوية ضمت منتخبات اليابان وفلسطين ولاوس وغوام، وستقام منافساتها خلال الفترة من 10 إلى 18 من سبتمبر المقبل لتصفيات كأس آسيا للشباب. احنا كلاعبين يعني نبذل كل جهودنا، يعني مننا الآن 41 لاعب، شوف كل لاعب يعني نار، يعني يلعب بحماس، وهذا من أجل أنه يثبت للكابتن محمد، وإن شاء الله أن احنا نكون قد الثقة ونحقق شيء للكرة اليمنية ونفرح الشعب اليمني بإذن الله. يذكر أن الرياضة اليمنية تعاني تراجعات كبيرة، فالدوريات المحلية شبه متوقفة منذ سنوات، ما يجعل وجود معسكرات كهذه تسهم في الارتقاء ولو قليلا بمستويات اللاعبين. يحاول المنتخب الوطني للشباب من خلال هذا المعسكر التدريبي الإعداد مبكرا للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا للشباب، فهل سيثمر هذا الإعداد في صناعة فرحة للجماهير اليمنية المتعطشة لهذه الفرحة؟ خليل المليكي، قناة المهرية، من ملعب مأرب الرياضي.
هذا ما سيجيب عنه لاحقا الكابتن النفيعي. إذن للحديث أكثر عن جاهزية منتخبنا الوطني للشباب ينضم إلينا عبر الهاتف الكابتن محمد النفيعي مدرب المنتخب اليمني للشباب. أهلا وسهلا بك كابتن محمد إلى الملعب مجددا. حياك الله أخي أيمن، وأشكرك وأشكر قناة المهرية اللي دائما يعني تغطي في إعداد المنتخب الشباب، ونكرر لهم الشكر. شكرا لك. بداية كابتن حدثنا عن كيف تجري استعدادات منتخبنا الوطني للشباب. طبعا أعلنت القائمة الأولية لمنتخب الشباب على أساس أنه المعسكر حدد اتحاد كرة القدم في مدينة مارب، والحمد لله وصلنا إلى مارب يعني يوم 23 بالنسبة لي أنا شخصيا وباقي الجهاز الفني. وانطلق المعسكر الأولي اللي يعني اخترنا فيه لاعبين جدد حوالي 17 لاعب على أساس أنه يتم تجريبهم في المعسكر إضافة إلى اللاعبين السابقين، وإحنا الآن في الأسبوع الثاني. جربنا مجموعة أولى وأعطيناهم راحة على أساس أنه إحنا الآن يعني بنجرب مجموعة ثانية ونستدعيهم على 3 على 4 من أجل إذا حصلنا لاعبين ممكن إضافتهم إلى القائمة السابقة والمنتخب المتواجدين كانوا معنا في كأس العرب وغرب آسيا. وما زلنا يعني، وأيضا إحنا نمشي في مسارين يعني اختبار لبعض اللاعبين وكذلك أيضا فترة الإعداد يعني على صباحي ومسائي. ما هي الآلية التي تعتمدها كابتن في اختيار اللاعبين؟ يعني كيف يتم استدعاء مثل هذه اللاعبين وكيف تستطيع يعني التواصل معهم أو معرفة من تختار ومن لا يصلح أن يشارك أو يمثل الفانلة اليمنية؟ مسؤولية كبيرة هذه كابتن. طبعا من خلال متابعتنا لبعض الدوريات سواء في صنعاء الملتقى الشتوي أو في عدن أيضا دوري المريسي من خلال طبعا يعني ما احنا ما ذهبناش بس استعنا بعض المدربين الثقات اضافه الى متابعتنا لدوري الدرجه الاولى اضافه الى الدرجه الثالثه والاعتماد في بعض المحافظات بسبب الظروف الامنيه اللي لم نصل اليها بنعتمد على بعض المدربين الثقات مثل ما ذكرت يعني استقطبنا في المجموعه الاولى هم 17 لاعب نعم اعطيناهم فرصه كامله يعني بعضهم وصل الى 12 يوم على اساس ان احنا عملنا اختبارات سواء تكتيكيه او بدنيه او مهاريه اضافه الى التقسيمات اللي كنا يعني نركز على اللاعب فيها اضافه الى انه في اخر يعني ما عند قبل ما نريح اللاعبين كنا نعمل مقارنه بين اللاعبين السابقين من اجل اللاعب اللي يبرز يعني في هذه المقارنه يعني نحاول ان احنا نركز عليه يعني. وفي الاخير احنا المنتخب موجود لكن احنا بنحاول ان احنا لو حصلنا افضل يتم المنتخب منه وايضا اعطاء الفرصه للناس يعني اللاعبين اللي ما حرمش الحظ في الفتره السابقه. في هذه الاونه تحديدا كابتن كثير ما يشاع ويكثر اللغط حول اختيار اللاعبين وان هناك بعض اللاعبين يتم اختيارهم مسبقا، يعني هل هناك بعض الاسماء مثلا تفرض عليك كابتن بصراحه؟ شوف يا حبيب لو تجي للاسماء الموجوده يعني وتجي تتابع الدوريات نعم. تعرف ان الموجودين عندنا هم اللي كانوا بارزين في هذه الدوريات، ما فيش مدرب يعني يظنوا يفرض عليه اي اسم يعني، والحمد لله يعني احنا بنشتغل مع المنتخبات من فتره كبيره والحمد لله الناس كلهم يعرفوا اننا يعني نتبع اليات الافضليه والكفاءه يعني، لكن بعض الناس يعني مثلا في بعض اللاعبين بارزين في انديتهم واحنا يعني نقدر يعني التعاطف مع بعض اللاعبين بالذات انه يعني بعض الاكيد يعني اي نادي او اي باسم اكيد يعني يتمنى انه اللاعب ينضم للمنتخب، لكن في الاخير يعني هذا منتخب وافضل اللاعبين في الجمهوريه اليمنيه اتوا الى المنتخب وفي الاخير هي تحصل مقارنه يعني مقارنه بين افضل ايضا اللي يتم اراحتهم مثلا او استبعادهم ما هم سيئين يعني من يستدعى المنتخب هو لاعب جيد لكن في الاخير في افضليه يعني. وفي اسماء مطروحه معك داخل الملعب، طيب كابتن هل هناك اي معسكر خارجي يعني او حتى مباراه وديه ستسبق التصفيات؟ طبعا احنا قدمنا برنامج الاتحاد العام وعلى اساس انه كان في بطوله غرب اسيا لكن يبدو انه بطوله غرب اسيا اجلت او الغيت ما فيش يعني خبر مؤكد بالنسبه لها نعم لكن اعتقد كاس العرب
احنا منتظرين بس تاكيد الاتحاد المشاركه فيها، وهي تكون لنا ان شاء الله يعني بطوله قويه جدا، يعني تحتوي على منتخبات من افريقيا واسيا، يعني ما نستفيد منها اذا تجهزنا للبطوله تصفيه اسيا اللي هي اهم وهي البطوله الرسميه. كيف ترى كابتن حظوظ المنتخب في الاستحقاقات القادمه، وبماذا الكابتن محمد النفيعي يعد الجماهير اليمنيه؟ طبعا بالنسبه لنا الناس شاهد القرعه وشاف انه طبعا القرعه هذا اختلفت الفترات السابقه، كان يعني الفترات السابقه في شرق اسيا وغرب اسيا، نعم يعني كانت فكان مثلا ممكن تحصل على منتخب قوي مثلا اذا انت في المستوى الثاني، والباقي المنتخبات ممكن يا مقاربه لك يا اقل منك، لكن الان اختلف الوضع، اصبحت كل المجموعات قويه، بالذات احنا طبعا انت شفت يعني المنتخبات اللي معنا في منتخبين غامضين ومنتخبين نعرفه يعني الكل يعرفهم، يعني فلسطين تحسن مستواه يعني اسيا، وفلسطين ايضا من المنتخبات المتطوره اللي امتلكت حتى يعني لاعبين محترفين في اوروبا حتى، نعم. لكن في الاخير احنا معانا يعني اكرر معانا لاعبين ممتازين، لاعب وخامات جيده، بس هو ما ينقصنا دائما يعني في المنتخبات هي المباريات الوديه، الاعداد الجيد والمباريات الوديه، وبالذات المباريات الوديه، والدليل اننا في اخر بطولتين بالنسبه لمنتخب الشباب عانى من الاعداد الضعيف جدا، صحيح. يعني ولا 5% من اعداد المنتخبات اللي قابلناها، وكل شاهد المنتخب في كاس العرب عندما وصل الى المباراه مع اوزبكستان يعني فزنا وبنتيجه وقدمنا اداء، لانه بدا مستوى المنتخب يتصاعد، ايضا في غرب اسيا الكل شاهد يعني لو كان بس يعني فزنا في مباراه فقط ممكن نلعب النهائي في بطوله غرب اسيا، نعم. هزمنا العراق بطل البطوله، اضافه للبحرين المنتخب القوي جدا، يعني اخطاء فرديه كانت في المباراه الاولى والثانيه، وكانت لان الاخطاء الفرديه ظهرت في المباراه الاولى والثانيه، لانه لم يكن اي لن يخوض المنتخب اي مباراه وديه، ولذلك الاخطاء ظهرت في المباراه الرسميه. الجماهير اليمنيه كابتن متعطشه وشغوفه لاي فرحه؟ يعني بماذا تعد الجماهير وفق الجماهير اليمنيه متعطشه لاي فرحه وشغوفه، وكلنا نقف معكم يعني وفق المعطيات التي معك، كيف تستطيع يعني ان ترسل رساله اطمئنان للجماهير اليمنيه ان هناك منتخب سيمثل الفانيله اليمنيه ويرفع راسنا عاليا؟ طبعا الكل يعرف المنتخب ويعرف المستويات اللي قدمها الرائعه، وان شاء الله باذن الله اذا مثل ما ذكرت لك حصل المنتخب، نعم. اذا الى اعداد وبالذات المباريات الوديه انا متاكد ان المنتخب ان شاء الله ممكن يتعادل، نتمنى بس حصل، نعم نتمنى لكم يعني التوفيق، يعني اعداد يليق بمستوى الخامات اللي موجوده معنا، نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله ترفعوا راسنا عاليا، وكلنا معكم من خلال برنامج الملعب وقناه المهريه لنقل اخباركم ومؤازرتكم دائما وابدا. مدرب منتخبنا الوطني للشباب الكابتن محمد النفيعي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. اذا ما زلنا معكم مشاهدينا في اخبارنا المحليه، حيث اسفرت قرعه دوري انديه الدرجه الثانيه التي سحبت بمقر اتحاد كره القدم بصنعاء عن مجموعات متوازنة، وجاء شعب صنعاء في المجموعة الأولى إلى جانب العين أبين وسمعون الشحر وشباب المحويت ونصر الضالع، ووقع أهلي تعز في المجموعة الثانية بمعية عرفان أبين وسلام الغرفة وأهلي الحديدة وشباب المنصورة، ووقعت القرعة 22 مايو في المجموعة الثالثة والتي وصفت بالصعبة بجانب فريق تضامن شبوة وطليعة تعز وفتح ذمار والحسيني لحج، واصطدم الرشيد تعز بفرق المجموعة الرابعة خنفر أبين وتضامن المكلا وآزال صنعاء وشمسان عدن، والمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما ستقام البطولة بأربع مجموعات بعد أن كان نظام المجموعتين هو السائد، ولم يعلن حتى الآن اتحاد كرة القدم موعد إقامة البطولة ولا أماكن استضافة التجمعات، لكنه أوضح أن البطولة ستقام بنظام الذهاب والإياب، وسيتأهل إلى دور الدرجة الأولى أبطال المجموعات الأربع، بينما سيهبط أصحاب المراكز الأخيرة واثنان من أصحاب المراكز الرابع إلى دور الدرجة الثالثة.
إلى تعز مشاهدينا، حيث ناقش اجتماع موسع برئاسة المدير العام لمكتب الشباب الرياضة في تعز أيمن المخلافي الترتيبات اللازمة لتدشين المراكز الصيفية للعام الجاري 2022. وفي الاجتماع الذي حضره نائب المدير العام لمكتب الشباب الرياضة الكابتن فيصل أسعد والكابتن نبيل المكرم ورئيس وأعضاء اللجنة الثقافية والفنية للأندية الرياضية بمكتب الشباب الرياضة، تمت مناقشة خطط الأنشطة والبرامج المعدة من قبل الأندية المشاركة في المراكز الصيفية. وخلال اللقاء أكد المخلافي أهمية تضافر الجهود لإنجاح المراكز الصيفية بما لها من دور في خلق الوعي الوطني بقيم الجمهورية لدى النشء والشباب، وحث المخلافي جميع الشباب على الالتحاق بالمراكز الصيفية كونها فرصة لاكتشاف وصقل مواهبهم، مؤكدا أن مكتب الشباب الرياضة سيعمل مع اللجنة الثقافية والفنية على تنوع البرامج والأنشطة في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وبرامج تنمية القدرات والمواهب. إذن مشاهدينا، وبهذا نكون وإياكم وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الملعب في هذا الأسبوع، على أمل أن ألقاكم في حلقات قادمة. دمتم بخير وتقبلوا تحياتي، أنا أيمن الفقي ومن الإعداد كمال العبارة، في أمان الله.